يعني بدنا نجيب العامل، بدنا ندين، بدنا ندبر، وما في فعول، ما في عالم، ما في مصاري، ما في. والله صرنا خبر، شفنا اعلانات على الجوامع وعلى المدارس وعلى هذا، انه في منظمه تقدمت للقريه لمساعدتها الفلاحين المزارعين الناس الدراويش. نحن استهدفنا 5 قرى، 270 مستفيد. قمنا بهذا المشروع بهدف دعم الأسر المتضررة نتيجة ظروف الحرب. قمنا بدعم سلسلة من الخدمات، ابتداء من خدمات المكافحة، فالقطاف، فالعصير، ثم حالياً نقوم بخدمة تسويق المنتج من قبل المنظمة للمستفيدين لديها. والله المشروع استفادنا منه كثير، يعني قدمنا أول شيء جابلنا عمال قطاف ببلاش، سيارات نقل بزيتون ببلاش، بخنا مرتين ببلاش، وجابلنا سلل مشان الزيتون، عصرونا بلاش، وهلا عم بيقولوا عم يشتروا الزيت زاد كمان المزارع لانه ما في تسويق. طبعا نحن بالتوازي قمنا بتشغيل اليد العامله في هذه القرى الخمس. عندنا 270 مستفيد، شغلنا بالقطاف حوالي 450 عائله، عادت بفائده على المنطقه باجملها. يعني الإفادة رجعت للجميع. أول شيء أولادي اللي كنت بدي أدين وأحطه للعمال، حطيته لأولادي، مدارس، تموين، أغراض، اشترينا الأمور، يعني ساعدونا كثير.